السلام عليكم متابعين الكرام. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء في الجنة؟ وهل يصافحونه ويقبلونه؟ وماذا سيقول لهم النبي؟ إجابة ستصدمك، ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أولا، لا يظهر أن المرأة في الجنة تغطي وجهها، لأن الله تعالى يكسبها جمالا فائقا، ويكون هذا الجمال جزاء ما كانت عليه من طاعة في الدنيا، ويكون ذلك من أجل زوجها حتى يهنأ ويتنعم، بل إن جمالها ليزداد المرة بعد المرة. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب رياح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادوا حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وليس في الجنة نظر سوء ولا مرض قلب حتى تلزم المرأة بتغطية وجهها، ولا هي محل للعمل والأمر والنهي، كما قال علي رضي الله عنه: إن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. رواه البيهقي في شعب الإيمان. ولعل الأظهر أن تكون المرأة في الجنة في مملكتها تتنعم بكافة أنواع النعيم هناك، دون أن تكون مختلطة بالرجال، لأن الله تعالى وصف الحور العين بأنهن قاصرات الطرف، أي يقصرن نظرهن وحبهن على أزواجهن، ووصفهن بأنهن حور مقصورات في الخيام. وليس معنى هذا أنهن لا يخرجن من مملكتهن، بل لهن كل ما يشتهينه مما أعده الله لأهل الجنة، ومثله يقال في نساء أهل الجنة من المؤمنات. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات في خيام اللؤلؤ، وقد تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن، ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة كما جرت العادة لبنات الملوك، ونحوهن المخدرات الخفرات. وقال أيضا رحمه الله: وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنيا، وأن هذا الوصف وهو البكارة ملازم لهن في جميع الأحوال، كما أن كونهن عربا أترابا ملازما لهن في كل حال. والعروب هي المرأة المتحببة إلى بعلها. ثانيا، الذي يظهر أن نساء الجنة لا يمنعن من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي الأمة، وهن بمثابة بناته، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى على لسان لوط عليه السلام لقومه: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساء. قال مجاهد: لم يكن بناته ولكن كن من أمته، وكل نبي أبو أمته. وكذا روي عن قتادة وغير واحد. وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم هن بناته، وهو أب لهن. يقال في بعض القراءات: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وهو أب لهم. تفسير ابن كثير. وقد جاءت البشرى في السنة لكل من يراه في المنام أنه سيراه في الجنة، وكذا جاءت البشرى لمن خشي ألا يراه في الجنة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. رواه البخاري. وقال: قال سيرين: إذا رآه في صورته. وعن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال ابن كثير بعد أن ذكره مسندا عن ابن مردوية في التفسير. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة عن أحمد ابن عمرو ابن مسلم الخلال عن عبد الله بن عمران العابدي به، ثم قال: لا أرى بإسناده بأسا. تفسير ابن كثير: والحديث حسن وله طرق وشواهد كثيرة، تنظر في تفسير ابن كثير ويكفي أن الحافظ المقدسي حسنه. ويستأذن بما رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى عن أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن نرافقك في الجنة. فقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا. تنبيه: ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت مما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. والنصيف هو خمار الرأس كما فسره به الراوي في مواضع أخرى. لكن يظهر أن هذا النصيف من جملة زينتها التي تتجمل بها لزوجها كما يشعر به سياق الحديث الذي يذكر حسن نساء الجنة وجمالهن. ويؤيده رواية الطبراني في الأوسط: إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعما لنا. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.